اليوم كان من أسعد الأيام اللي مريت فيه، ما عليكم كيف كنت نايم وكيف صحيت، المهم أنا إلى الآن ما تركت عادة إني أدور على الجوال بعد ما أصحى، وأنا قاعد أدور رجعت نمت بالغلط، همزة همزة، المهم أخذت الجوال ودخلت على اليوتيوب وعلى قناتي ودخلت على فيديو وبدأت أقرأ التعليقات، ولقيت أغلب التعليقات كلها مبروك على 1000 مشترك، مبروك مبروك 1000 مبروك، فاستغربت أنا إيش السالفة؟ أنا دخلت على 1000 مشترك ولا إيش؟ فقمت بتأكد من البي سي، بالفعل دخلت على القناة وقيد إني دخلت على 1000 مشترك، وأنا قاعد أقرأ التعليقات لقيت تعليق مكتوب فيه اقرأ الورقة اللي تحت الكيبورد، استغربت أنا أي ورقة؟ رفعت الكيبورد حقي ومن جد لقيت ظرف، فتحت الظرف عبالي فيها فلوس، فلقيت ورقة مكتوب فيه موادك تحتفل بمناسبة 1000 مشترك. ما ودي ما عليكم مخطي بس راح نحتفل، يلا معانا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وبأفضل حال. يا هلا والله فيكم، اخيرا يا شباب احتفلنا بمناسبة 1000 مشترك. انا قلت في فيديو اللي راح اني راح احتفل بمناسبة 1000 مشترك حتى لو اني تاخرت، اهم شيء اني احتفل كده، اهم شيء اني احتفل. واليوم ان شاء الله راح نحتفل، يعني احتفال على ميزانية شيء بسيط يعني. ومن جد شكرا 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 لكم من كل قلب، الله يسعدكم ويوفقكم يا رب. ما ادري كيف اعبر لكم عن فرحي والناس قاعد طالع فيه وانا قاعد اتكلم عربي واللي قدامي واللي وراي من كل مكان. المهم اليوم ان شاء الله راح نحتفل، واخر مره شكرا لكم على 1000 مشترك وان شاء الله. اقعد يا زلمة مالك، ايش كثير هنا يا دودة؟ روح شوي اقعد شوي، وان شاء الله الالف مشترك ذا هيصير 5000 و10 و20 و200 وباذن الله لأكبر عدد باذن الله. وقبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي، ويلا نخش بالفيديو. اليوم عزمت بعض اصحابي وكذا على مطعم، ما عندي اصحاب الا كم شخص فقط، عندك شخصين او ثلاث اشخاص بس، جايب اخوي وقريب بس ما عندي احد. زي ما انتم شايفين المطعم على منظر مرة جميل، هذا المطعم زي ما انتم شايفين، طلبنا هذه الاشياء وفي النهاية بنقطع الكيكة وفي بعض الكلام راح اقوله في النهاية بإذن الله. خلوكم معانا، اخذنا عصير ذا زي ما والعصير ذا هو عصير شو اسمه؟ كوفيه ما ادري كافيه والله ما ادري، وذا كمان اخذنا مسحب، واخذنا البطاطس، اخذنا البطاطس ذا واخذنا هذا كمان ما ادري شو هو تشيكن، والسندويش ذا البرجر ذا البرجر كبير. الكيكة في الاخير حل فيها اوكي. أنا قلت لهم رفعوا صوت الأغاني، الأول قال مرة مرفوع صوت الأغاني، نحن مرفوع خلاص خلصنا من الأكل، باقي الكيكة. مشكلة شايفين هذا حق التقطيع ما أدري شو اسمه، ما ندان نولعها عشان في شو اسمه حق الإنذارات وما أدري إيش، حليب فراولة، مين ما يحب الفراولة؟ بالله مين ما يحب الفراولة؟ شيء على القلب وأنتوا أكثر من القلب. الحين وقت الكيك والناس بتطالع. موطين ذا البلاستيك شوفه معوجة كمان، شايفين كيف؟ تطلع برا؟ بطمو والحين بنقطع الكيكة زي ما شايفين، بنقطع ثلاثة مصار صفار عشان مستحيل حنا ناكل حنا ثلاثة مع بعض. بالله كيف تقطيع يا شباب؟ شوف 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 الجمال، شوف الجمال، شوف الجمال، هذا الجمال ولا بلاش. بسم الله.
باقي ما اخذ لقمه ويدي توصل كباب مع كباب بالعافيه علينا. ايش يعني كيكه؟ قول شيء طيب. الف مبروك. قول الف مبروك. وكذا يكون خلصنا حفلتنا المتواضعه البسيطه على ميزانيتنا وكذا. انا قلت انه في كلام كثير ودي اقول لكم على النهايه بس والله ما عندي اي كلام، بس ودي اقعد معكم كثير، ودي اسولف معكم بس ما عندي اي شيء، ما عندي غير اني اشكركم من جد، شكرا لكم، الله يسعدكم دنيا واخره يا رب زي ما سعدتوني. تو رجعت البيت وربي كان حراره، اول ما رجعت البيت اخذت لي شاور على سريري وغيرت ملابسي. وصح نسيت اقول لكم، تخيلوا يا شباب ايش جاني من السعوديه، علم السعودية وربي شكرا. تعالوا نحط العلم هنا ورا. بس ما ادري يا اخي، احس العلم مكانه غلط او لان الطاوله ما لكم هذا اغراض الكيكه. المهم لان الطاوله مره صغيره واحس العلم كبير عليه بزياده، بس ما عليكم، على ايام ان شاء الله راح احط من هنا اوراق واكتب احط صور وذكريات واشياء كثيره عن السعوديه وعن بنغلاديش واشياء كثيره هنا ان شاء الله راح اضبط الاوضاع. هنملي المكان هذا الجدار كامل، وهذه الغرفه اصلا ما راح اقعد فيه طويل، يمكن 3 شهور 4 شهور راح ننتقل الى غرفه ثانيه باذن الله. وطبعا الكيكة ما نقدر نخلص احنا ثلاثة لحالنا، وحتى لو نقدر ما راح نخلص لاني خلاص اسعدت ذولا، خلاص الحمد لله عزمتهم مبسوطين مني وفرحانين الحمد لله. نبغى نسعد اللي حولنا كمان، من يعني جي احنا طبعا اللي يعرفون انا في المدرسة، بجيب اللي يشتغلون في المدرسة، بجيب 3 كبار و3 صغار، بجيب من الطلاب وبجيب من الكبار العمال. هم اذا قلت لهم تعالوا لفوق في كذا مفاجأة بسيطة الحين بيجون ان شاء الله. شايفين باقي 6 قطع، شكل الكيكة مرة ما ادري كيف جاي، باقي تقريبا 6 قطع، عشان كذا 3 من الكبار 3 من الطلاب بس. ايش الكيك؟ جاء هذا باقي. والله خرب كل شيء. نشتغل كل يوم مثلا خان غن. هذا الفولو دوكسي. كيسو بولن؟ عامي اتبي بولن. كيسو بولن هكذا دوكسي؟ لك حاول دون دون بعض شباي. ورفولو قربين. بحط لكم ترجمة تحت. هذا أول شخص، باقي 2 جاوا ذولا خلاص هم الطلاب. جزاك جانا كان خايس كيكتا اقدر سبسكرايب. عارف ايش السالفة، اول ما دخل الغرفة قاعد طالع بالكيكة قر. يا شباب انقطع الكهرباء، جينا بناكل وانقطع الكهرباء. المهم خلاص ناكل ونخلص ارجع اكمل لكم. وكذا يكون وصلنا نهاية الفيديو. معلش يا شباب ما قدرت اخلص الفيديو الظهر لأن الكهرباء انقطع وحرارة ودنيا وانشغلت شوية كمان، فتوي فضيت وجيت أكمل لكم. المهم ولآخر مرة شكرا لكم على 1000 مشترك، والله يسعدكم ويوفقكم دنيا وآخر يا رب. دحين يجيني واحد يقول لي يا أخي مسوي فيها، ما احتفلت على 25,000 اللي عندك في تيك توك جاي تفرح على 1000 مشترك في اليوتيوب؟ يا حبيبي اليوتيوب أنت تتعب وتجتهد وتجيب 1000، أما في التيك توك تنزل أي شيء تلقى نفسك بكره مشهور وطالع اكسبلور، ايش الهرجه ما تدري. فاليوتيوب تجتهد صح، اما تيك توك ما عنده سالفه. المهم شكرا لكم، واتمنى ان الفيديو عجبكم وكان خفيف عليكم، وكمان ادعوا لي بالتوفيق وادعوا لي كمان بالشفاء. وربي ان الضرس ايش اقول لكم، لاعب فيه لعب غير طبيعي عادمني من النهايه، ورب الضرس ذا مره مشكله. الله يعيني ويسهل امري ويصبرني يا رب. ادعوا لي يا شباب، جميع مواقع التواصل الاجتماعي موجودة تحت، حتى الواتساب حاطين لكم، ايش تبغون اكثر من كذا. المهم
شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم في فيديو الجاي ومع السلامة.